إذا كما شفنا متابعينا الكرام، النجم الرياضي الساحلي يعود بالترشح إلى الدورة نصف النهائي بعد الفوز على بعث ابن خيار بفارق 34-27. النجم بعد الصعوبات العديدة اللي مر بها الفريق واللي مر بها الفريق في كل الفروع في كرة اليد وكرة القدم وكرة الطائرة، المشاكل الكبيرة، لكن النجم الساحلي في النهاية يعني اسمه يبقى النجم الساحلي، وبقيادة مدرب تونسي شاب ومتميز كان بحثنا أنور بن عياد، وحكينا على الصعوبات الكبيرة اللي يعاني منها الفريق والرهان الكبير وقتها، وما كناش نحكيه على أنه الفريق كانت حتى إمكانية أنه ما يترشحش للدور نصف النهائي، لكن اليوم الفريق نجح بفضل الثقة في المدربين التوانسة، نجح في الترشح إلى نصف نهائي البطولة. النجم باش يواجه النادي الإفريقي. باش نبدأ معك أنت سي ياسين، النجم الساحلي في النهاية كما قلنا يبقى النجم الساحلي، واختطاف في ورقة الترشح بالطريقة هذه ما يكون كان بتاع فريق كبير. هذا هو هذا هو، علاش أنا شكرت المدرب التونسي، شكرت أنور عياد، لأنه خذاها مازالت بعض واحدة يمشي يلعب البلاي أوت، وعاود بناها وبشوية بشوية ووصل بها لله، فهذا إنجاز تونسي 100%. وهذا كان ديما مع المدرب التونسي. وأنور عياد أنا نعرفه مليح، أنا نعرف ذكاه ونعرف خدمته ونعرف تفانيه في الخدمة ونعرف مستواه، فما هوش غريب عليا أنه أنور عياد يصنع فريق جديد ويعمل به النتائج هذه. وأكيد نتمنى التوفيق لأنور في المشوار، بقية مشوار التدريبي. نزار، يظهر لي النجم الرياضي الساحلي كما قلنا عودة من بعيد، لكن زاد اليوم نحكيه على أنه استغل هزيمة ساقيه الزيت واستغل انتصاره في المواجهة المباشرة اللي كانت بيناتهم. هو المباراة الفيصل في الترشح كانت في ساقيه الزيت، وين انتصر في آخر لحظات النجم الرياضي الساحلي، كان صبر تلت المباراة والحارس تألق في آخر لقطة كان أنقذ ضربة جزاء. من وقتها كان أمن النجم الساحلي اللي هو مصيره بيده وكان بإمكانه الترشح، لكن هات نرجعوا للمسيرة وين كانت النجم الساحلي، كانت على قاب قوسين باش تكون في البلاي اوت. اما انور عياد سورتو بالدور الاجتماعي اللي قام به مع اللاعبين اكثر من كونه الواجب كمدرب فني، وهذا علاش نقولوا المدرب التونسي فما حاجات يعملهم ما يعملهم حتى مدرب اخر مع اللاعب التونسي، يفهم العقليه، ينجم يتاقلم مع الوضع اكثر من هذاك. الاعتراف بالجميل لجمعيته اللي هي نجم الرياضي الساحلي، رجع وخدم في ظروف خايبه على الاخر لكن نجح على خاطره كفر، خاطره عنده الامكانيات الكل باش ينجح. وهو كان بحذانا فتحي وحكى على الصعوبات هذه الكل، وخلينا نقوله حتى هو كان يعرف انه المهمه كانت صعيبه وصعيبه برشا على النجم الساحلي. بالحق يقول لي انور عياد اكثر مدرب لقى صعوبات في المانجمون تاع ليكيب. يعطيه صحة اللي وصل بالفريق الى تسمى نتيجه ممتازه اللي كلنا نادينا يزبق النجم الساحلي وجوده مراهن حقيقي على البطولة يزم يكون موجود، ونادينا قداش مرة اللي قد ما راهو قد ما كيف تبعد قد ما راهو خسارة الكرة اليد التونسية، حشنا بالنادي الافريقي، حشنا بالنجم الساحلي، الترجي الرياضي، باش يكونوا هما القاطرة اللي باش تهز بقية الفرق. ان شاء الله ان شاء الله يعطيه صح، يعطيه صحة الورعيات، ونتمنى له مسيره ممتازه في المستقبل. ان شاء الله نتمنى التوفيق لانور عياد وللنجم الساحلي محمد. وحتى خليني زاد في نفس الوقت نحكي على اجواء ممتازه في قاعه سوسه، وما شفناهاش انا حتى نشوف الملخص ديما ما نشوفوش فما مشاكل او احتجاجات. طبعا انا انور عياد تقريبا زفرت له كاريره كامله من اللي يمكن من الجونيور حتى للي كمل في تونس، حكمته من ألطف وأطيب الملاعبية، عنده أخلاق فاضلة أولا. ثانيا علاش قلت لك أنا عكس نوادي أخرين باش ما نقعدوش في الأسامي وتكرهني ونكرهك وتحبك وتحبني، راي لا محبة لا كرة، هذوما الكل في الأفلام المصرية. راو بالنسبة لكرة اليد تعطيها تعطيك ليتوال، ريتها الصعوبات اللي تعدت بها، ما عملت حتى مشكل مع الحكام، وفي الاخر تلهى بالملعب. ريت وانور غادي كي قلت له انا الحكام قال لي انا نخمم في الماتش اللي بعده، ما نخممش في ما عنديش مشكل نتاع لا لا محمد، راهو زاد نحكيو على النجم الساحلي ونجاحه في الترشح لا ديسيبلين لا كذا، اي لكن زاد ما نجموش
ما نشيدوش باداء نادي ساقيت الزيت اللي بقى لاخر لحظه وهو ينافس على تذكره العبور الى الدوره النصف النهائي. والجمعيه هذه اللي زاد طوال السنوات الاخرى امتعتنا في كره اليد التونسيه وزاد في نفس الوقت صحيح تروا خلينا نكون واضحين صحيح تصير شويه انا ما نعرفش علاش عملت ملاحظه ساقيت الزيت لانه نحكيه اليوم انا نحكي على الاربعه فرق ساقيت الزيت دخلت في صف الكبار ساقيت الزيت دخلت في الصف الكبار معناتها كانت ترشحت ما كانتش تكون ما كانتش تكون مفاجأة. خل انا نقول الملاحظه لانه بالنسبه لمحمد التومي حسب مريض في البرنامج هذا كان شكر نادي ساقيت الزيت كان شكر النجم الساحلي كان شكر الترجي كان شكر النادي الافريقي شكر الجمعيات الكل وقت اللي تكون فما ما يجب شكره وقت اللي تكون فما لقطه شفناها في المباراه هذيك وكنا نطالبوا انه تتعاود اللقطه هذيك في المباريات الاخرى وكنا نشكر الانديه اللي تنجح في تامين المباريات وقت اللي يغلط المسير او حارس او مدرب واللي شفنا الاسبوع اللي فات لانه رينا برشا كلام على اللي صار الاسبوع اللي فات راهو مطالبين انه باش نصلحوا ومطالبين انا ديما نقولها مطالبين انه يشهروا بالمسؤول على اللقطه هذه في الباهي وفي الخاير في الباهي وفي الخاير لانه هذاك هو المضمون بتاع تواجدنا في البرنامج هذا لانه كله من اجل كره اليد التونسيه وانا استغليت لانه حبيت نربط مش لانك انت قصدت في ساقيت الزيت انا حبيت نربط بالسحاب انا حبيت نزيد نفتح القوس الان ساقيت الزيت قلت لك كان ترشحت ساقيت الزيت كانت تكون عاديه الحكايه اما المفاجاه انها ترشحت النجم الساحلي علاش قلت لك انا معناتها اكبارا في ساقيت الزيت كانت تعديت راه نورمال ساقيت الزيت اما المفاجاه ان الاتوال تعديت وهذا اللي حكيناه في اكثر من مناسبه وفي اكثر من مناسبه كنا شكرنا نادي ساقيت الزيت على الاداء اللي قدم فيها الفريق في البطوله كلمه انا حبيت نقول راه مش بشرط هيك ما ترشحش يعني تنجم ما ترشحش تكون عندها جمعيه باهي يعني نجم يبني تو كيما بكري سي فتحي جبد على الشبان نتاع النادي الافريقي النجم عام نعديه من غير ما يكون عندي من ترشح وقاعد نبني في فريق جديد ونبني في مجموعه جديده النجم عام ما احنا مش بشرط يلزم كل عام انت تكون مترشح ولا تكون موجود النجم ونبنيه والعام الجاي نخدموا خدمه باهيه ونكون موجودين في ونكون موجودين في الواحد كل يعني تفدير احنا مش بشرط يلزم تكون نتائجك حينيه نجم نخدم ونعاود ونعاود نبني والعام الجاي نقى روحي في 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 المترشح وهو في كل الحالات سامحني لي راهو انا كي جبت على الافريقي راه مش قدح في الشغل اللي قاعد لا 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 بالعكس لا لا ولا الخدمه الكبيره اللي قاعد يعمل فيها شيدي القايد غادي معناها من حيت بالعكس انت حكيت على انه النادي الافريقي اليوم غياب ملاحظه فقط اللي النادي الافريقي معناها غياب محير لانه زاد نعرفوا انه فما برشا ظروف تحكم على الفريق ظروف الصعيبه اللي يعانوا منها الشبان في الفرق ونحكيوا حتى على الفرق الكبرى وكنا نحكيوا حتى على النجم الساحلي وصلوا ملاعبيه مش خالصين كنا نحكيوا على انور عياد كيفاش كان مصلح اجتماعي مع الملاعبيه مش مدرب يعني الدور الاجتماعي اللي يقوم به نزار لو تختمنا الموضوع انا عندي زوز ملاحظات بالنسبه للنادي الافريقي ما ننساوش اللي قاعه الجورجاني وقت اللي كان فيها اشغال الضر وبرشا الشبان خاطر ما عادش فما امكانيه للعمل بطريقه عاديه ما ينجمش يكون فريق كيما ساقيت الزيت عنده نتائج بريسك مسترسله ايجابيه يجي على مباراه وعلى زوز مباريات خاطر فما نظام البلاي اوف وكذا نلقاوه خارج المنافسه كيف النادي الافريقي في الأصاغر ولا في الأواسط وفما جمعيات أخرين راهو باهين زادا وعندهم إمكانية وقت اللي نعملوا نظام بطولة بالطريقة هذه إقصائي ما من يجمش يكون حاجة باهية بالنسبة للموضوع نادي ساقيت الزيت ولا النجم الساحلي النجم ترشح نادي ساقيت الزيت فشلة لكن هذه مش النهاية نادي ساقيت الزيت اللي أمتعنا كرة يد في السنوات الأخيرة وشفنا اكتشافات في ساقيت الزيت ونتمنى التوفيق للفريقين وهوك باش تعرفوا نسكو الراون ناكدوها مرة أخرى راهو برنامجنا ما فيه حتى حسابات وما عندنا حتى حسابات وما عندنا حتى مشكلة مع حد وزاد لحد يخلص فينا باش نقولوا الكلام اللي تستناو فينا نقولوه لهذا نكونوا متفقين في النقطة هذه وما زلنا مع نادي ساقيت الزيت نحكيه على هزيمة نادي ساقيت الزيت ضد الترجي 32-19 الهزيمة هذه اللي خلت الفريق ما يترشحش إلى الدور النصف النهائي وخلته في المركز الثالث نشوفوا المباراة ولا نعود للحديث أكثر.